محور الشيخ محمد صديق المنشاوي، نقيب محمد جمعة إبراهيم المشرف على المشروع. تمام يا فندم. المحور بطول 41 كيلو متر وعرض عدد 3 حاره مريه لكل اتجاه، يشمل عدد 28 عمل صناعي باجمالي اطوال 2226 متر، يعبر نهر النيل بكبر طوله 810 متر. استاذن يا فندم افتتاح المحور. اوامر يا فندم.